كان سفريال الانديه لاتقان كوت ديفوار، وهذا نتيجه كنعتزوا بها، كتعرفوا جميع بان كره القدم النسويه يلا عطينا الراس هاد السنوات، اربع ولا خمس سنوات الاخيره عامش فريق هاد سبورتينغ. قبيله واحد صاحبي قال لي فريق سبورتينغ عنده سنوات وصل لهادشي. فريق سبورتينغ هو فريق فتيات من مزيك، فريق فتيات من مزيك تأسس 2009 من بعد ماشي من بعد الاخوان اللي مسؤولين دابا على الجنون شي وكذا خداو هاد الفريق، خداو السير ديالو وبدلوا له السميه هذه اربع سنين، كان في القسم الوطني الثاني، من بعد اسم سبورتينغ طلع القسم الوطني الاول، واسم سبورتينغ لعب هاد البطوله الافريقيه. تحية لهم واخا تيحس بنفسي أنا أن كان سابقا للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور، كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.